دراسة اللي بتقول إن الرجالة أكثر ذكاء من الستات في العمل. أي ستة هتكون موجودة في أي مكان بتخرب الدنيا. طبيعي، أنتوا آخركم مطبخ، فاهم؟ تغسلوا وبرضه ساعات بتكسروا الحاجة وتيجي تجيبوها فينا إحنا، فاهم؟ هو ده آخركم، خليكم هنا. والله هو سؤال حلو جدا، بس هو إجابته إن الرجالة في نسبة إن الرجالة أكبر ذكاء، بس مش في كل الأقسام. ده كده كده يعني في العمل وغير العمل وكل حاجة لازم. أنتوا بتنفعوا فيه أصلا؟ إيه الميزة عندكم يعني؟ أنا معاها عامة. يعني الرجالة أذكى في أي حاجة أكيد. لا غباء، أنا أشطر من صحابي عادي. ما مش منطقي يعني عشان هو ذكر فيكون أذكى، يعني ربنا ما صنفناش كده، لو أنت ذكر فذاك أنت بنت فغبية. لا لا خالص. الستات مهما تكون في العمل ما تكونش زي الراجل عمر. كل واحد على حسب دماغه يعني، ممكن هي تبقى بتعرف تشتغل في حاجة معينة وهو بيعرف يشتغل في حاجة تانية. هو عامة مش في كل حاجة، الرجالة أذكى في حاجات والنساء أذكى في حاجات تانية. يعني هو الرجالة مثلا في السواقة في مجالات العمل هي أحسن من الستات في كتير. طبعا الستات أذكى في الدراسة عن الرجال. الستات آخرها المطبخ وإحنا أفضل منهم طبعا في كل حاجة. والله أنا شايفة إن هم عندهم حق بصراحة، يعني حتى بتلاقي الشيفات أشطر من البنات، مع إن إحنا بنطبخ أصلا بس تلاقيهم برضو أشطر. فأنا شايفة عندهم حق بصراحة. يعني في حاجات كتير قوي. الراجل طبعا اللي وظيفته في الحياة اللي هو بيشتغل وكده، بس كأذكى وكده إنها ستات طبعا. أعتقد حاجات وحاجات، يعني مش هيبقى كل حاجة، ممكن الرجالة تبقى حلوة في مكان والستات تبقى حلوة في مكان. لا طبعا هي الستات هي الأحسن مش الرجال. بصراحة أنا مش شايف إن في الكلام ده صحيح، بتختلف من شخص للتاني، بس هو إحنا ربنا يعني خلقنا طبقات. يعني أنا شايف إن الست دايما هي متعددة المهام أكتر من الراجل. لا طبعا الرجالة أكتر ذكاء في العمل عن الستات. هو أنا رأيي إن لا طبعا، بسبب إن الستات بتستحمل أكتر من الرجالة. تمام الرجالة تمام عندهم إن هم يقدروا يشتغلوا ويقدروا إن هم يجيبوا فلوس ويقدروا إن هم ينزلوا يشتغلوا شغلات إحنا ما نقدرش نشتغلها، بس برضو في البيزنس عامة أو في أي حتة ممكن الست عادي جدا تاخد مكان أعلى من الراجل بكتير. كده كده معترضة، كده كده في العمل والله في كل مجالات الحياة كده كده احنا اسكت.